اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. آمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد عتقت رقابنا من النار. آمين. أين الرحال ولم لا تشد؟ أين الوجوه التي كانت تتسابق إلي لتشهد؟ كيف النور بأمر ربه إلى السماء يصعد؟ قولي لهم يا صخرة القدس الرؤوم، يا عطر الأم التي لا تبيع صغارها للذئاب ولا تساوم عدوها خوفاً من عذاب، قولي له أي نور فتح السماء ليعرج المصطفى صادقاً مصدقاً حين يخبرنا بما رأت عيناه ويشهد. يا فؤادا شد رحلا وطوى لجج البعد تجاه الصخرة قد براه الحزن دهرا ونوى نبضه جرح شديد العنة. يا صخرة القدس، يا عطر الصبر، أتراهم يسمعون صوتك وأنت تنادين بالصبر؟ حين تفتح بالرحمة السماء، أتراهم يعرفون بأنك لا تملين النداء؟ إلى أين تمضي يا حلم فينا تموج اشتياقا وتهدر حينا إلى القدس تهفو وتهدي حنينا تلملم في القيد ذكرى حزينة وجرحا تلوى يلف المدينة وجرحا تلوى يلف المدينة. كنت مهوى الأفئدة يا رب وعرفت الأنبياء، احتضنت العلماء في صحني وضممت إلى صدر الشهداء أشلاؤهم تسد ثغور جدراني لتصمت، وبدمهم تشتد حجارتي وتلتصق. اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن حاصرنا، يا رب يا رب كن عونا ومعينا لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. يا الله ليس لهم أحد إلا أنت يا الله. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا.